السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم. اليوم كيف ما كتشوفوا كنصور لكم هذا الفيديو بعد الاجواء ديال الطبيعه. هنايا غادي نمشيو لواحد المنجم ديال الحديد، كان في عهد ملي كانوا اسبانيا مستعمرين من هنايا الريف، وكانوا كيديو من هنا المعدن حتى لاسبانيا. من هنا كينزلوه من هذا الجبل حتى البحر، وكيجيو الباطوات كيعمروهم بهذاك المعدن وكيديوهم لاسبانيا. اليوم ان شاء الله غادي نديكم تشوفوا معايا هناك الاجواء وكي داير الطبيعه هناك، وندخلوا ان شاء الله شي غار هناك نشوفوا لداخل هذاك النجم ديال المعدن. ايوا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. تشوفوا المناظر، كاين هناك الماء تبارك الله والمناظر زوينه، وحتى البنات ديال الريف اللي بزاف اللي ما جاوش هنايا، وانا وحده منهم اول مره نجي لهاد الجهه. الطريق صراحه هنايا صعيبه بزاف، اللي كتخاف من المرتفعات ولا شي حاجه من الاحسن تخليو الطوموبيل بعيده، من بعد تكملوا على رجليكم هكذا احسن حتى توصلوا فين كاين هذوك الغار وفين كاين هذاك المنجم. المهم تاعها ما ناقش نتجي حتى المعدن سنخي للطاس اغلبيه روخات من الوقت وغاسد يوسي حد وتيسين حد جيتا وغاسد تيس حد رانش اول مرة يدى التاسخ عشنا الصراحة عشنا الطاس وني خصنا هذا التاس شان تورا يموت التقيجة رحلة تاسة الساعة الضوء تغزايا مشان عشنا حلات وني تقول ابي يعرى الطاس يوعى الطنوبين من احسن تجم الطنوبين غير وكواجة تكمر من خيضان حسن زي ستك نتاري يضاز زي ست السعر انت. المهم راني تدايس مش متاكده سي يعجب الحال من خلال سنت ان شاء الله. تحاوروا بطا واحد نتيد اوتي سنتي ومناظر عشنا ونخصنا التزانيتات عشنا تاديسات كنت تصوف نطاون شان طنزان عندهم ميتي تشرج النار ما نتي خدمان زي سكنت تو يعني تولا كنت تسننت نتي تن على وين مش يخدمن على وين جدود النار مناظرها هنا شنين الطبيعه. واخا كنا بدوني اغلبيه يعني طبعا مزوج تيري وتيري شامو تيري زيزوك تطاس واخا جيت تبارك الله غاسنا مان غاسنا نبدا تجي زيزوك تجي تي مخروف نبدا غاسنا تو زيزوك تامو تبارك الله قادينا مان اغلبيه ومن قاسين تتي تاي من خمدي تسلاكي قاسين تتي كسينا مان خمس نامان خمس نقام من المعدن خا تزانت روخا ومن بعد ان شاء الله تزانت ما يستفن وماني وكاع الخشر ما يستفغن ان شاء الله نيفري نغني نعبي سنتفن لو على مامانين شويه نويض خشا رومان غني ان شاء الله ما ريشتاب. المهم زريخه تمام شاني غزعني امان المعدن تبارك الله زين غاسن امان شنين يوم قمشت ورن تبريد ما مشيقه وعشوة الطنوبين دي سيزرا إلا جاي موش أنا مو مش نيجن ويسن يندن مليح يتم يقصح شوية صافي قشنت فيديو مهم ثبانيتات دي الطبيعة ما رضي حمو دي الطبيعة نقعد إن شاء الله غيفري قشنت ثبانيتات دي مخروفاً هذا الصوت ديال الماء كاين هنا الواد ما كيبانش كاين زلمه من فوق
ما عرفت علاش شبهت هاد الحجره بحال شي طائر كبير هكذا واقف هناك، بحال شي ناصر كبير سبحان الله جا هكذاك الشكل ديالو. هي هاد الحجره ديال المعدن، هي شوف الشكل ديالها كيفاش داير. دابا راني غادي نبدا نطلع هنايا عند هداك الغار اللي كتشوف الفوق، والصراحه الطريق ليه صعيبه شويه حيت هاد الحجر ما كيساعدش باش تطلعي. وهاد الحجر شوفوا كيفاش مشتت هكذا، وقيلا من ايام اللي كانوا كيديروا هداك القنابل، وهداك الحجر كيتشتت بحال هاد الشكل. كانوا كيديروا هذوك القنابل باش يفجروا الغار وكيدخلوا ليه. شوفوا على منظر كاين من فوق، يعني طلعت بزاف من هاد من هناك لتحت لهنا. واقاش نتضي حامي باش تقعد تغيفري سنج، واقاش نتضي كنت لابد سعيدة تنديها سنج قايفين نديها زر مش حد قاعد اخزي سيها سوى داير زانيتات زي المنظر السانيتات ازرو يا زانيتات يعيشنا موتا بمشة تقدم البومبات تتكلم بوم بس باش الزوق نظرو في تاع ياشمين امني فهم خنشوف شو السين امني زيبن قاش نتا طوحني الغار التاني تت
ايوا قاش نتيفرين معدن ما مشي كاع خمس نقاقر معدن ازرون ما مشي كاع المعدن يزيد كن الحديد. ها هو الشكل ديال المنجم البنات كيفاش تاي من الداخل. صراحه شي وحده اللي ما كتحنق دغيا ما تقدرش تدخل هنايا وفيه الحراره لداخل الصاد. انا بان ليا الناس اللي كيتخنقوا وما كيقدروش على الاماكن الضيقه والظلام ما يقدروش يدخلوا هنايا. صافي هذه هي النهايه ديال هاد الغار، يعني هذا هو الحد ديالو. كنت سولت زعما امتى كانوا بداو كيحفروا هنايا هاد المناجم وكيديو هاد المعدن لاسبانيا، فعرفت في الاربعينات كانوا بداو هنا، يعني في الاربعينات كانوا هنايا كيديروا هاد المناجم وكيديو هاد المعدن لاسبانيا. وما عرفتش علاش في البلاد ما استغلوش هاد بحال هاد النجم، راه مازال فيه المعدن وكاين غيره هنايا بزاف، وما عرفتش علاش ما استغلوهمش دابا. وعرفت السبب اللي خلاهم يوقفوا الخدمه هنايا في هاد المناجم اللي هو تعرضوا للافلاس، وما بقاوش كيخلصوا الخدمه وما بقاوش كيصيفطوا بطوات باش يهزوا المعدن، يعني ما بقاتش خدمه صافي، وقفوا كل شيء بعد ما تعرضوا للافلاس. وكان هنايا بزاف ديال الالات اللي كانوا كينزلوا فيهم هذاك المعدن حتى البحر. بقاو هنا هذاك الالات، ومع الوقت تعرضوا للخراب وكل شيء ضاع صافي ما بقاش، وبقات هاد المناجم هكذا كيف ما كتشوفوا يخدموا فيها في هذاك الوقت بزاف ديال الناس على مر السنين. ايوا هالمنجم دخلنا ليه وشفناه كيفاش داير من الداخل، وحتى نتوما دخلتوا ليه واخا غير تشوفوه معايا هكذا. صافي دابا غادي نخرج، هذا هو المنجم من الداخل الشكل ديالو كيفاش داير، وفيه الظلام. انا غير يعني دايره هاد الضو فلاش ديال التليفون، يعني غير كتدخلي لداخل ما كيبانش الضو، الحدو زعما الباب ديال الدخله ديال المنجم تقدري تشوفي كاين الضو كيف ما كتشوفوا هنايا، ولكن من الداخل غير تزيدوا شويه لحد هنايا ما تقدروش تشوفوا. صافي دابا غادي نمشي ننزل، شوفوا شحال عالي من هنا كيفاش، يعني فين طلعوا وفين حفروا المنجم. حسب علمي كانوا كيخدموا هنايا بدرهم ونص، درهم ونص في النهار كامل ديال الخدمه، وشوفوا فيها التماره والعذاب، وكيعرضوا الحياه ديالهم للخطر. فهاداك الوقت كان درهم ونص كتسوى زعما شي حاجه غير باش يدخلوا هنايا نهار كامل، راه صعيب بزاف.
وعالي هنا بزاف، شوفوا يعني يمكن صور من الفوق. صراحة هاد الطريق صعيب بزاف باش تطلعوا لي وحتى باش تنزلوا، حيت هاد الحجر ما كيساعدش. المهم راه زوز دين داتش انا شتناش نتسلق بعد ما نمشي ديك نتا تنطق ولا بلي تزيد طان خاطر هاد المنيق تقعد ارسل نجدي ناري في النيق ميز دوزا سيت قاعد خصي غيهويخ ابي نسي وعا شويه مي مغزان تما مي تسوار زي سنج قمو مني نفري السيني يتبد خصوات اغزا ماني مش حايب جر سودي يعني سودي مش حد قاعد خاطينا داوي خير سودي اي تزد وعا شويه وبريدا جختام امي غاسه زرويه زرويه وزمات تقدي كوا يتحط شو شويه. المهم اني من قوانا مو دي الطبيعة دي بريدنا يمو نمت فون دي رحالة دي رحالة تمو زمان تزدي ونشويت مش نو انو من بدأ بدي سارح نعي كالفون مو حق نشنا ريحة تزدي وعا اخيرا نزلت دابا وصلت هنايا لهاد الواد. هذا هو الماء اللي صالح يشرب هذا الماء. هذا الماء طبيعي يعني ماشي في كيجي غير من الجبل يعني شي عين من الجبل ما مشيتش تحديدا هذيك الجهه وقيلا كيخرج مشي حتى هو مشي من نجم هناك على حسب ما سمعت ما عنديش معلومات كافيه. ان شاء الله الا كتر غادي نرجع هنايا الى طول يلا في العمر نتمنى نرجع لهاد المنطقة وندخل هذاك المنجم الكبير اللي حقاش هذا اللي دخلت ليه اليوم صغير وكاين واحد كبير وما كنتش عارفة فين جا جهة فين جا باش ندخل ليه. ان شاء الله المرة الاخرى ان شاء الله نرجع وندخل ليه وقيل الماء كيجي منه فالماء هاد الماء طبيعي يعني كيجي من الجبل عاين من الجبل قولوا لي الماء طبيعي كاين شي ما ماشي طبيعي. بغيت نقول لكم زعما الماء ماشي ديال الواد هكذا ديال الشتاء ولا شي حاجه شي عين من شي جبل يعني او ما عرفت تحديدا ولكن كنسميوه هذا ماء ديال المعدن. عندنا هنايا في الريف في هذه المنطقه اللي ساكنين حنا فيها كنقولوا هذا الماء ديال المعدن وبزاف ديال الناس كيستعملوا هذا الماء. كاين الناس اللي كيجيو كيسقيوه هنايا وكيبيعوه فكيشربوه وكيستعملوه الناس بالديور ديالهم يعني هاد الماء من سنين هو هنا تبارك الله الله يديمها النعمه. وغادي نتمشى معكم دابا هنا في هاد الواد داير شي بحال شي اتغاد يعني هاد الماء الا طلعت من فوق الا شفت من الاول اللي دخلت لهاد الجهه ما كيبانش هاد الواد ما كيبانش هاد الماء كله مغطي. ايوا قاش نطفي حامينا من المعدن مي غاختاس نشان لك هنا من قاسه من المعدن دايما نزكا من المعدن دينا زمان المعدن
زريم مزوار مدو يلا عاد يصيب سوار دي سنج ويتبين قاع وتبين نوامان ما يدرا تسريد حلال حس نوامان إلا التاوي سواتي عادي لون دايبا نوامان ينشيني فريد عبد فونز سوامان وغاسو بغيت خشات وسيم خشات لازم نفريد تسمى مغنية زي سيتي فون نوامانا نحسب مش سناخ مش سريغ إن شاء الله مريش تلاب أموان غنية تاعك واخا غسناها يسري نوشا مريش تبغى تصوح ولا بنات زانت تعاوني مغا وني مغا تشموني تتغا حوري غير نسيان ونغني معاك ميزة تنمدري شنا طبيعة يا مان تزوك ايوا البنات الرحله ديالنا ها هي ديال اليوم ديتكم معايا شفتوا معايا المنجم والمناظر هناك الزوينه الخلابه وهاد البحيره اللي تجمع فيها الماء بحيره صغيره تجمع فيها الماء وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وقبلوا عليا حيت انا كيعجبني نشارك معكم هكا شي حوايج طبيعيه هنا في الريف ان شاء الله نتلاقاو شي فيديو جديد شي رحله هكذا ولا شي طبخه اي حاجه ممكن نشاركها معكم دنيا تحرمين عفاك كنت رمضان ان شاء الله سلام.